على فكره بقى التدخين ده مفيد تري مني، بيخليك هادي كده ومركز ومصحصح. وبعدين يا عم ما عندك دكاتره ومهندسين وعلماء وبيدخنوا عادي يعني. وعلى فكرة بقى موضوع السرطان اللي بيقولوا عليه ده اشتغالة كبيرة قوي، اسمع مني بس، اللي قدامك ده بفضل الله بقاله 30 سنة بيدخن والحمد لله زي ما انت شايف كده صحة وزي الفل. خد بقى الكبيرة، عارف عم عبد الشكور اللي قاعد هناك ده؟ عنده 90 سنة بقاله 50 سنة بيدخن، واديك شايف اهو لحد دلوقتي بيدخن وزي الفل. سرطان ايه يا عم بقى؟ يا راجل ده انت لما بتبطل تدخين الكحة بتزيد. طب تتخيل بقى ان الكحة اللي بتجيلك بالليل دي مفيدة جدا؟ اه مفيش حرام هيسرقها. على فكرة بقى انا لو عايز ابطل هبطل في اي وقت، اوعى تقول لي لو انا وفرت تمن علبة السجاير هبقى غني يعني. لا مش فاهم، ثواني، يعني ايه بتخليك هادي ومركز ومصحصح يعني؟ على اساس ان حضرتك السنين اللي فاتت دي قبل ما تدخن كان راكبك عفريت مثلا ومش بتعرف تتعامل مع الناس يعني ولا ايه؟ وبعدين يا سيدي ما في مهندسين وفي دكاترة وفي علماء بيسرقوا وبيقتلوا، ولا هو مقياس بالنسبة لك يعني طالما دول بيدخنوا يبقى حاجة كويسة يعني ولا ايه؟ مش فاهم برضه. وبعدين يعني هو عشان عم عبد الشكور عنده 90 سنة وماتش بسرطان الرئة يبقى الدنيا كده بالنسبة لك تمام؟ هو الكون بالنسبه لك اللي بنيت عليه الاحصائيه الجباره بتاعتك هو عم عبد الشكور؟ ما في مليون عم عبد الشكور بيجي لهم السرطان، بس انت طبعا مش بتشوفهم كلهم. بعدين يا عم يمكن ربنا مديك فرصه عشان تبطل التدخين. طب شوف كده الفيديو ده، انت تعرف طبعا عبد الرحمن الابنودي، شوف الفيديو ده كده وقول لي رايك. انا بلا رأي الان بهذه اللعبه الحقيره اللي اسمها السيجاره. كل انسان يدخن يتهيأ له انه الناس كلها هتعيا ما عدا هو. على المهم بص خلينا نهدى كده انا وانت كده ونفكر سوا. تعالى كده يا عم ناخدها واحده واحده، افهمك الفوله واللي فيه وانت بعدها عم خد قرار. ايه رايك كده، عداني لعيب ولا لا؟ خلاص يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بناء على طلب الكثيرين حلقه مهمه جدا من ميكيبيديا عن التدخين. قبل بدايه القرن ال18 ما كانش التدخين بالطريقه اللي معروفه حاليا، وببساطه كان اي واحد عايز يدخن يجيب شويه نبات تبغ كده يحرقهم ويبتدي يشم الدخان بتاعه. لكن في سنه 1761 وصيدلي اسمه جون هيل يعمل كده تقرير ويحذر فيه الناس من مخاطر التدخين ومشاكل التدخين. لكن في الوقت ده ما كانش بالنسبه له التدخين اكتر من انه بيعمل مشاكل للسه، مشاكل للاسنان، شويه حموضه وحاجات بالشكل ده. وفي سنه 1855 واحد كده شكله كانت دماغه متكيفه كده ودماغه رايقه ويخترع ورقه خفيفه كده يلف فيها نبات التبغ اللي هي البفره. ومن ساعتها يا سيدي وابتدت الناس تلف، ولحد دلوقتي بيلفوا وما رجعوش للاسف. لكن مع الوقت ابتدت نسبه المدخنين تزيد جدا. لا ومش بس كده، ده بقى عندنا علبه سجاير ماركه وولاعه ماركه. وكل يا سيدي ما يكون معاك علبه سجاير ماركه وولاعه ماركه كده وغاليه وشكلها حلو يبقى انت اكيد من عليه القوم، ودي حاجه تخليك تفتخر كده بنفسك وتدخل كده اي مكان ومصدر علبه السجاير والولاعه. ويا سلام بقى لو علبه السجاير فيها كمان الولاعه، يعني ولعتها منها فيها تموتيكي تموتيكي على راي عادل امام. وبقت السجاير هي المشروب الشعبي الاول زي الشاي كده بالظبط، يعني عشان تعمل اي دور واجب مع اي حد قوم تتحيه بسجارتين. وفضلت يا سيدي الامور ماشيه بالشكل ده لحد ما جت سنه 1947. صحيح الحرب العالميه الثانيه انتهت وخلاص دخان الحرب ما عادش موجود، لكن كوكب الارض كان على موعد مع دخان تاني اكتر ومؤذي اكتر، الا وهو دخان السجاير واللي انتشرت جدا في الوقت ده. لكن المشكله في الوقت ده في بريطانيا سرطان الرئه زاد بنسبه كبيره جدا 15 ضعف عن اللي كان معروف قبل كده. ابتدت طبعا وزاره الصحه في بريطانيا تقلق ايه النسبه الخطيره لدرجه ان سرطان الرئه اصبح وباء. فتعالوا كده يا جماعه نقعد مع بعض كده ونجمع العلماء عشان نعرف ايه سبب السرطان ده. طبعا بالنسبه لهم في الاوقات دي اي مرض يعني انت اتصبت بجرثومه، مفيش حاجه ثانيه. فبراير 1947 يجتمع العلماء دول مع بعض وكل واحد داخل بعلبه السجاير بتاعته. اه والله زي ما بقول لك كده، وبيتحوا بعض كمان عشان خاطر يعرفوا ايه السبب. السبب في ايدهم بس هم بيدوروا على سبب تاني. بصوا يا جماعه انا من رايي ان التلوث هو اللي عامل كده وهو اللي عمل سرطان الرئه. لا 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 لا، هي عوادم السيارات. انا عارف، انا شفت عوادم السيارات بتبقى مصيبه وشكلها وحش جدا وريحتها كمان. لا اكيد عوادم السيارات. طب ليه ما تكونش الانفلونزا؟ انا شاكك في الانفلونزا بقى. هي الانفلونزا دي. على العموم مفيش اي مشكله، المهم ان السجاير مش السبب، هي اي حاجه تانية. المهم لحد ما واحد عاقل فيهم كده
قال لهم بصوا يا جماعه، هم العلماء بتوع البايو ستاتستيك او الاحصاء الحيوي دول لازمتهم ايه؟ ما ده وقتهم يا جماعه. فايه رايكم نعمل لجنه من علماء الاحصاء يعملوا لنا احصاء كده ودراسه ويقولوا لنا ايه السبب في الموضوع اللي احنا فيه وليه سرطان الرئه زاد 15 ضعف؟ وبصراحه ده كان افضل راي قالوه في القعده دي. وفعلا يا سيدي تكونت اللجنه دي، واللي كان على راسها اتنين من افضل علماء الاحصاء البيولوجي اللي هم اوستن برادفورد وريتشارد دول. وابتدى العلماء دول يلاحظوا ان متوسط استهلاك الفرد السنوي للسجاير حوالي 3500 سيجاره. يعني تخيل فرد واحد في السنه بيدخن 3500 سيجاره، ده موضوع صعب جدا. طب احنا برضو ازاي هنعرف ان السجاير هي سبب في سرطان الرئه؟ هو من المفروض عشان نعمل احصائيه زي كده نجيب مجموعه من الناس فيهم ناس مدخنه وناس غير مدخنه ونشوف مين فيهم اللي بيجيله سرطان الرئه. طب ماشي، بس في شروط لازم تنطبق على المجموعه دي، ان يكون ظروفهم واحده، قاعدين في مكان واحد، الظروف المعيشيه قريبه من بعض، وبعدين المفروض يبقى عدد كبير، ما ينفعش نجيب 10 مثلا، على الاقل يبقى عندنا نسبه كبيره جدا. ودي كانت الحيره بالنسبه لهم في الوقت ده. لكن الحظ يلعب معاهم دور مهم جدا، ويكتشفوا ان في وزاره الصحه حوالي 61000 طبيب مقيدين في سجلات وزاره الصحه، وال61000 دول ظروفهم واحده ونفس المستوى المعيشي تقريبا. طب يبقى احنا ليه نروح بعيد طالما الحاجه في ايدينا؟ وبعدين في سجلات وزاره الصحه بيكون مدون فيها كل حاجه عن الاطباء دول، يعني لو واحد فيهم مات بيتقال ايه سبب الوفاه. يعني من الاخر كده عندنا سجلات احصائيه كتير جدا نقدر نطلع منها معلومات ونوصل لمعلومه في الاخر. المهم قعدوا يراقبوا السجلات دي ويعرفوا ايه سبب الوفاه وايه حالات الوفاه اللي حصلت لمده 29 شهر، ويلاقوا ان في ال 29 شهر دول حصل 789 حاله وفاه. مفيش مشكله، الاعمار بيد الله. لو في ال 789 حاله دول فيهم 36 حاله ماتوا بسرطان الرئه، خلاص دلوقتي بقى عندنا 36 حاله هم ماتوا بسرطان الرئه. عايزين نعرف بقى كم حاله فيهم كانوا مدخنين وكم حاله غير مدخنين. وكانت المفاجاه والطامه الكبرى ان كل 36 حاله كانوا مدخنين، مفيش فيهم ولا حاله كانت غير مدخنه. يعني دلوقتي بقى عندنا معلومه واضحه ان السبب الاول لسرطان الرئه اللي ماتوا بيه الناس دول او الدكاتره دول كان التدخين. لكن السؤال اللي دايما نساله لنفسنا هي ليه الناس بتدخن؟ يعني تلاقي ناس مثقفين وناس واعيه بيدخن. يعني زمان كنا نقول والله ده عيل صايع وبيدخن، لكن دلوقتي ما بقتش مساله عيل صايع وبيدخن، لا ده في ناس علماء وفي ناس دكاتره وفي ناس مهندسين وفي ناس عقليات وبيدخنوا. زي ما قال صاحبنا كده في اول الحلقه، السيجاره اللي في ايدك دي فيها 4000 ماده كيميائيه، في 42 منهم ثبت بالدليل القاطع انهم مواد مسرطنه. خد عندك بقى يا سيدي غازات سامه زي الكربون دايوكسيد والنيتروجين اوكسيد، خد عندك ماده زي الدي دي تي اللي هي اساسا مبيد حشري، خد عندك فورمالدهايد اللي هو اساسا ماده مسرطنه، خد عندك مضاد فطريات، خد عندك بنزين، خد عندك هيدروجين سيانايد. كل دي مواد موجوده في سيجاره واحده، اي مركب فيهم يعمل كارثه صحيه وكفيله يسبب لك السرطان. اول ما تدخن السيجاره النيكوتين اللي فيها يجري من الرئه على طول على الدم، ومن الدم بقى يتوزع على اعضاء الجسم، واول عضو مهتم جدا انه يوصل له النيكوتين هو المخ. وفي المخ يا سيدي في مستقبلات واقفه كده بتقول له اهلا بالعزيز الغالي تعالى، وتستقبل النيكوتين. لكن المشكله الاكبر ان المستقبلات دي بعد فتره بتزيد، فبالتالي كميه النيكوتين اللي كانت بتستقبلها بقت اقل منها، فلذلك عايزه نيكوتين اكتر واكتر. وطبعا يا سيدي اول ما النيكوتين يدخل على المستقبلات دي يبتدي الدوبامين يبقى في السماء اللي هو هرمون السعاده، واتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت، فتبقى مبسوط كده وحاسس بالاسترخاء والسعاده. لا وكمان يزيد الاسيتايل كولين، واللي معاه يزيد الادراك والانتباه، يعني تلاقي نفسك كده مدرك وفاهم ومركز كده ومصحصح وذهنك صاحي وحال. النيكوتين برضه يروح على الغده الكظريه او الادرينال جلاند هي موجوده فوق الكلى، تطلع هرمون الادرينالين اللي يرفع لك الضغط، ومش بس كده يخليك في حاله فايت اور فلايت، يخليك كده مصحصح ويزود التنبيه بتاعك، ويزود لك كمان معدل ضربات القلب وضغط عالي، يعني في مشكله ممكن تحصل للقلب والاوعيه الدمويه بتاعك. والحد كده خلصت فوائد السيجاره، انت كده الفوائد بتاعت السيجاره خدتها. على فكره النيكوتين مش ماده مسرطنه خالص، المشكله في باقي المواد اللي معاه، لان انت مش بتاخد السيجاره عباره عن نيكوتين، لا ده عباره عن باكج على بعضه، يا تاخده كله يا تسيبه كله. لكن النيكوتين مشكلته الكبيره في ادمان السيجاره. النيكوتين ومعاه الكربون مونوكسيد اللي اتكلمنا عنه من شويه من الغازات السامه، دول بيدمروا جدار الاوعيه الدمويه والشرايين والاورده من جوه، وده بيزود ترسب الدهون في الاوعيه الدمويه، يعني معاها الشريان بدل ما كان مفتوح كده والدنيا تمام زي الفل والدم رايح وجاي زي الفل، لا يبتدي يضيق ويبتدي يحصل لك تصلب شرايين، ومعاها تزيد مشاكل القلب. حتى الصفائح الدمويه اللي كانت متوزعه في الدم والدنيا زي الفل، لا تبتدي تتجمع مع بعض وتعمل جلطات، تبتدي كمان تحصل لك دوالي في الرجلين، ده غير طبعا مشاكل الفم والاسنان واللثه، خد عندك وعد كتير، وغير مشاكل الجهاز الهضمي. لكن الاهم دايما واللي بيشغلنا اكتر هو الجهاز التنفسي. ايه موقفه بقى من التدخين؟ الجهاز التنفسي عندنا التراكيه او القصبه الهوائيه، واللي بعد كده بتتوزع للبرانكيال تيوب او الشعب الهوائيه، وفي
نهاية الشعب دي في أكياس أو حويصلات هوائية اسمها الألفيولاي، وجوه الحويصلات الهوائية أو الأكياس دي بيحصل تبادل الغازات ثاني أكسيد الكربون والأكسجين. الأكسجين مثلا يروح على الدم، وثاني أكسيد الكربون يطلع مع الزفير بتاعه. الشعب الهوائية دي من جوه عليها زي ريش كده أو شعيرات، الشعيرات دي بتشتغل كده زي الموجة، بتطرد أي حاجة داخل الجهاز التنفسي لبره، وأنت مع الكحة تطردها لبره. المخاط بقى اللي ناتج من التدخين ده بيكتفها ويخليها مش قادرة تتحرك. لكن في ساعات الليل المتأخرة تبتدي كده يحصل لها يعني شوية تعافي كده، وتبتدي تطرد المشاكل والبلغم والحاجات الضارة لبره، ومعاها تزيد الكحة وتلاقي نفسك بتكح جدا بالليل. لكن مع الوقت طبعا والتدخين لفترات طويلة يبتدي البلغم ده والمخاط ده يزيد قوي، فلذلك الشعيرات دي تقف تماما عن وظيفتها، ومعاها يبقى التنفس رخم جدا، ولو حد قاعد جنبك هيسمع صوت التنفس بتاعك وتحس انك مكتوم. لكن طبعا لما بتبطل تدخين بترجع الشعيرات دي تشتغل تاني وتطرد اللي جواها، لذلك تلاقي نفسك زي ما قال كده صاحبنا في اول الحلقة، ده انا اول ما بطلت تدخين الكحة زادت، ما عشان تطرد الكوارث اللي انت عملتها قبل كده. يعني انت مش عايزها تصوت وتطلع لك البلاوي اللي جوه، مستكتر عليها كام اسبوع تنضف لك الليله البلاوي اللي انت عملتها قبل كده، ما تصبر يا عم عليها شويه. لكن طبعا يا سيدي لو فضلت مكمل في التدخين مع الوقت يبتدي يحصل لك حاجه اسمها الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، يعني انت خلاص مش قادر تتنفس. لكن السؤال هو السرطان بيحصل ازاي في الرئه؟ المواد المسرطنه اللي موجوده في السيجاره بتدمر الحمض النووي اللي موجود في الخلايا السليمه، فيبقى الحمض النووي خربان وتلفان، لذلك يطلع خليه خربانه وتلفانه اللي هي الخليه السرطانيه، واللي بعد كده تتوزع في اعضاء الجسم كله. يعني مش بس سرطان الرئه، لا ده ممكن تنتشر لاماكن تانية. التدخين مش بس سرطان رئه، لا ده ممكن يعمل عقم للرجاله والستات، ستات الحوامل اللي بيدخنوا، ممكن الجنين اللي عندهم ده يحصل له تشوهات، ممكن يحصل لهم ولاده مبكره، ممكن يحصل لهم اجهاض، الستات اللي بترضع، النيكوتين والدخان وكل المشاكل دي كلها بتوصل للطفل ده عن طريق اللبن، ويبتدي يعني الطفل ده يحصل له اسهال ويحصل له قيء، يحصل له مشاكل واضطرابات في النوم، وعمال يعيط وضربات قلب سريعه. غير طبعا الاثار الاقتصاديه، يعني تستغرب لما تلاقي ناس عيالها جعانين في البيت لكن همه الاول علبه السجاير، يعني ممكن يروح يجيب علبه سجاير وما يجيبش حاجه لعياله ياكلوها. انت متخيل وصلت لحد فين؟ مش هقول لك يا سيدي هتوفر كام لو وفرت علبه السجاير، لكن في ناس اولى بالفلوس دي، في اولادك في البيت، ولو اولادك مستورين وعندهم اللي يكفيهم، في ناس غلابه مش لاقيه بيدوروا على اي لقمه، علبه سجاير زي كده تجيب وجبه لحد مش لاقي ياكل، لحد مريض، لحد فقير تجيب له علاج. احسبها كده، دي اقرب عند ربنا. واكبر كذبتين ممكن تسمعهم من اي واحد بيدخن، يقول لك يا عم هي سجاره تفريحه كده وهتعدي. مفيش حاجه اسمها سجاره تفريحه، زي ما قلنا في الاول المستقبلات بتزيد، يعني هتحتاج نيكوتين وسجاره تجيب سجاره، وعلى راي امير وسجاره جابت جوان، وجوان جاب حبايه، حبايه جابت شريط، وابتدت الحكايه. فعلا كده ابتدت الحكايه، بس هي ما بداتش دلوقتي، لا هي بدات من اول سجاره. طب انا ازاي ابطل تدخين؟ بص كده مبدئيا يا ابن الحلال، لو انا الكلام اللي قلته ده ما اثرش كده فيك وخلاك من جواك فعلا نفسك تبطل التدخين، يبقى معلش اقفل الحلقه وروح كمل تدخينك وكمل حياتك زي ما انت، وفكك مني خالص. من الاخر كده طالما لسه قاعد معايا يبقى انت مصمم ان شاء الله انك تبطل التدخين. مشكله السجاير واللي بتخليك تدمنها ومش قادر تبطلها هو النيكوتين. السجاير الالكترونيه فيها نيكوتين بس اقل، وفي برضه حاجات بتقول انها مش كويسه وممكن تعمل لك مشاكل، وبرضه هتتعود عليها، يعني تقريبا برضه ما غيرناش حاجه، وممكن برضه تجيب لصقات طبيه كده بيحطوها على الدراع تديك جرعه نيكوتين، بس برضه لسه بناخد نيكوتين وهنتعود عليها برضه. وفي بعض الادويه فيها نيكوتين، وفي البان في نيكوتين، كل دي حاجات فيها نيكوتين قليل اقل من السيجاره، وكمان ما فيهاش المواد المسرطنه، يعني ممكن تساعد معاه بس برضه فيها نيكوتين. لكن بصراحه ما اكذبش عليك ان كل الابحاث اللي قريتها بتقول اغلب الناس اللي بطلوا التدخين وما رجعوش تاني بطلوا مره واحده، يعني هي وقفه راجل من الاخر، انا هبطل تدخين يعني هبطل تدخين، هستحمل القرف والتعب شويه كده لمده اسبوعين وبعد كده الدنيا هتبقى تمام واخلع مره واحده، بس كده، زي ما بيقولوا اقطع عرق وسيح دمه وانجز. وبرضه من الحاجات اللي تساعدك انك تبعد عن التدخين، ابعد عن الناس اللي بيدخنوا واللي بيخلوا عندك ميل انك تدخن. ويا سيدي لو حسيت كده ان انت عايز تدخن سيجاره، قول لنفسك اصبر بس 10 دقايق، اصبر بس يا عم 10 دقايق، وبعد ال 10 دقايق دول روح اتمشى، الهي نفسك في اي مصلحه تعملها، هتلاقي نفسك نسيت. لكن اوعى تقع في فخ هي سيجاره واحده يا عم، هي سيجاره واحده بس والله وخلاص انا بطلت، بس هي سيجاره، لا هتجيب سيجاره وهتجيب علم. مش هنسى اقول لك ان الرياضه والصلاه وانك تتعلم حاجه مفيده وتشغل وقتك دي اهم حاجه، وهتفرق معاك جدا. في برضه اعشاب ومكملات كده اسمها الاشواجندا، ودي عباره عن عشبه كده بتديك تقريبا كده نفس تاثير النيكوتين، يعني تديك شويه صحصحه وشويه فوقان والحاجات اللي انت ممكن
ممكن تاخدها من النيكوتين، فممكن برضو تساعدك شوية في فترة النقاهة. البوتاسيوم برضو بيهدي كده ويعمل هدوء وجميل جدا. فيتامين بي 1 هيساعدك جدا. الشاي مفيد برضو هيساعدك بس ما تكتر. انت صحيح هتتعب شوية لمدة اسبوعين على ما تتخلص من ادمان النيكوتين، لكن بعد الاسبوعين دول انت هتبتدي تبقى واحد تاني، صحة تانية، واحد كده مليان صحة واقبال على الحياة ومليان نشاط ومليان حيوية، راجل بيوفر فلوس وما بيغضبش ربنا في حاجة حرام. كل دي حاجات هتفرق معاك نفسيا. تخيل انت ممكن تدخن وتأذي ناس وتأذي اطفال وتأذي ناس حواليك، تبقى قاعد في مواصلات وفي اماكن عامة وبتدخن، تبقى قاعد وسط عيالك وسط مراتك وفي بيتك وبتدخن، انت بتأذي ناس كتير جدا مالهمش ذنب. ابعد عن الحاجات دي، ما تاخدش كمان ذنوب على الناس اللي انت بتدخن لها من غير ما يدخنوا. كل دي حاجات مهمة جدا، صدقني حياتك هتتغير وهتحس بفرق كبير. ابعد. واللي لسه عايز يدخن شوف الفيديو ده، وصدقني لو دخلت هيبقى الرجوع صعب جدا، هي اول سيجارة تحاول ما تاخدهاش. لحد هنا انتهت حلقتنا من ميكي ميديا، اتمنى يا رب اكون قدمت حاجة تفيدكم، واتمنى كلكم فعلا تبطلوا تدخين عشان فعلا يبقى في ميزان حسناتي وابقى استفدت منكم حاجة. واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة من ميكي ميديا. دمتم في رعاية الله وامنه. سلام.